رافعينه المرة هاي. شو معنى؟ احكي لي ليش وش رايك تعبر عن رأيك؟ والله صراحة مجاعب ألعب عن رأيي، ويعني ماليش رأي، ورأيي مش مهم، يعني لو أشغل بحالي. لا لا شوف، أنت شاب وأنا شايف بعيونك الطموح وكلك إيجابية، يعني لازم تشارك في العمل السياسي. والله صراحة أنا ما بحب الشراكة، والشراكة تركي زي ما بقول، الشركة تركي. أيوة. لا لا شوف، يعني آخر إحصائية إنه الشباب بالأردن 75% نسبتهم. أها. فيعني كثار، فلازم يكونوا فعالين، لازم نستفيد من هاي القوة اللي عندهم. وأنا بقول هسه كيف كنا 50 واحد بالصف. طيب احكي لي، احكي لي شو رأيك يعني باللي قاعد بصير؟ احكي لي، إذا أنت خايف ما تخاف. لا يعني ما أخاف من قانون الجرائم الإلكترونية، ولا قانون العقوبات، ولا قانون منع الجرائم، ولا أي رقم برايفت راح يرن علي بعدين. لا لا، هذول كلهم إحنا عملناهم يعني عشانكم. طب فكوني بالأول. فكوه، يعني بحب أشوبر وأنا بحكي. فكوه، احكي لنا يعني عن رأيك بالعمل السياسي والمشاركة الفعالة. شوف صراحة العمل السياسي عندنا والحياة والشغل كل الوضع ولا إشي بس ولا بس شو الحق مش عليك تدري ليش عملت الحق علي اللي أعطيتك أمان قلنا لك عبر لكن عبر ضمن حدود القانون ضمن المساحة اللي احنا منخصص لكم اياها لساتني فاتح على البحر بدي أحكي لسه ما حكيتش لا اربطوه تشويش واضح مع معاذ البزور. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. زي ما توقعنا الأسبوع الماضي إنه الحالات رح توصل 5000 باليوم، وفعلا هيها وصلت. وزارة الصحة بتطلع بتحكي إنه لسه ضايلنا أسبوعين تنوصل الذروة. الله يستر. طب الذروة هاي مسلوقة ولا مشوية؟ لأنه أنا الذروات بتعمل لي تلبك. طبعا هذا ولسه كورونا بيفاجئنا بسلالة جديدة مخوف العالم اسمها أوميكرون. شو ما كان اسمها إن شاء الله إنها ما تجيش لهون. بس بصراحة يعني عادي، إحنا كورونا الأصلي ما فرق معنا، يا دوب لابسين له كمامة وأي وقت بنشلحها عادي زي حلاقي. بيظل لابس الكمامة لحد ما يحط لي شمع بأنفي عشان ينفخ عليه ويبرده، وبعدين برجع بلبس الكمامة. بس الحكومة ما أخذي احتياطاتها، هيا حاطة طفاية ومثلث وغيروا مساحات. لا 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 جد، أصدروا أمر الدفاع 35، ومن كثر ما أصدروا أوامر دفاع بتحس المدرب إيطالي. ومن الإجراءات اللي عملتها الحكومة لمكافحة الجائحة أنه تم تعيين رائد الشبول أمين عام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مكان الدكتور عادل البلبيسي، وتم تعيين الدكتور عادل البلبيسي مستشار لرئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول لملف كورونا. وهنا بندخل بالكلاسيكيات الأردنية، يعني كان مسؤول وطلعته وعينته مستشار، ما هو لو مقصر بشغله كان روحته، ولو شغله كان كثير كويس كان خليته بشغله عادي. طب ليش صار هيك؟ ما ندري. طب شو الهدف؟ ما ندري. ومن الكلاسيكيات الأردنية أعتذر من جميع الموجودين، وبعتذر من أخوي دكتور عارف، لأنه منظل إخوان ومنظل زملاء، وأنا بكرر اعتذاري للمجلس الكريم أولا. شكرا جميعا. أنا آسف جدا أنه صار شوشر بالمجلس وما كانت مقصودة، وإن شاء الله إحنا إخوان، وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، ونحن نتأسف للجميع. شكرا لكم إخوان. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، واللي أكد فيها وزير المالية معالي محمد العساس أنه لا ضرائب جديدة، وأنه الحكومة تسعى إلى تسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل. يعني هو نفس الكلام بكل موازن، وترى الدين قاعد بزيد والمصاريف
بتزيد وبالتالي العجز قاعد بزيد. طبعا احنا رح نحكي اكثر في الموازنه لانه هسه رح تروح على مجلس النواب اللي رح يدرس هدراسه يعني يمكن يفللوا بالامتحان. بس بكل هاي الموازنه يا اخي ما شفنا إشي جديد، او لما انت هيك تمسكها تقراها ما بتحكي احنا مركزين على الصحه، لا على التعليم، في عنا توجه الكتروني. يا اخي ما شفنا كيف الموازنه رح تقدر تدفع لحل مشكله البطاله والفقر الموجودين، وهذا نفسه حال كل الموازنات السابقه. فيا جماعه بدنا افكار جديده، بدنا موازنه مميزه. اي الله وكيلكم انا بطلت اميز بينهم، الموازنات مش قادر اميز. هذا انا سمعت بدك افكار جديده، جيت بوقتك انت. انا 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 مش قادر اميز الموازنات. استاذ معاذ، انا كشاب اردني واعي طموح مفعم بالحياه مليء بالافكار، لابس قميص كربوهيدرات، انا كل الافكار الجديده عندي، انا كنت بستنى هاي الفرصه تعطيني اياها من اول. طب يلا اعطيني افكار. استاذ معاذ، انت ما بتميز بين الموازنات. صحيح. هل بتقرا الموازنه وما بتفهمها؟ صحيح. هل بتعاني من مشكله الصلع؟ صحيح. الان كرملي سوري استاذ معاذ خربطت، بس انا لاني بتعرف الافكار مرات بتخبط علي هيك بتفتح سير على سير، عرفت؟ ما شاء الله على افكارك النيره. نركز على مشكله الموازنه. الموازنه مشكلتك الموازنه استاذ معاذ. انا عندي الحل، الحل اللي هو تجليد جديد للموازنة استاذ معاذ. شو اللي تجليد جديد استاذ معاذ؟ انت ما بتميز بين الموازنات أبداً. فانا احنا شو كل موازنه بنجلدها شكل استاذ معاذ، وطبعا عندنا استيكرات. هاي الاستيكرات ميسي. ميسي افضل لاعب في العالم. وعندنا اميرات الحي الشرقي، الامير عروب والأميرة رغد. استاذ هذول معروفات في معروفات في المنطقه. معروفات كثير استاذ معاذ. طيب حلو، انا هيك يعني بصير اميز كل موازنه من لون التجليد. طبعا استاذ. طب والارقام اللي جواتها استاذ معاذ؟ انا مخلص اي تي، انا ماليش دخل في الارقام، بس انا هذا اللي بقدر عليه. هاي انا قدراتي، انا بوقف مع الاردن بقدراتي استاذ معاذ. صح، لازم. بس احنا هسه استاذ معاذ المستقبل للشباب. مزبوط. انا كشاب اردني واعي طموح مفعم بالحياه مليء بالافكار، لابس قميص كربوهيدرات. استاذ معاذ هاي قدراتي اوقف مع الاردن، وانت لازم توقف معنا استاذ معاذ. بس انا دائما استاذ معاذ احنا عاملين حمله بنوقف مع الاردن نص ساعه تيجي معنا ان شاء الله بتوقف ان شاء الله حسب الجو، يعني كل حسب واحد الجو بوقف. طبعا استاذ معاذ والله ما شاء الله. والله افكارك نيره ما شاء الله، يعني شكرا. انا بس مش الاستاذ بس افكار، انا موهوب كمان. انا بمثل. انت استاذ معاذ؟ انا بمثل. انا عندك ممثل. يعني عندك تجارب سابقه؟ طبعا استاذ معاذ، انا مثلت مسرحيه التاجر حسن وعلي كوجي. انت؟ طبعا استاذ. شو كان دورك؟ التاجر اثنين. شو كنت تعمل؟ كما قال اخي. شو قال اخوك؟ هذا زيتون وهذا العام. لا يا شيخ. استاذ معاذ لولا وقفتنا مع التاجر حسن ولا كان اكلوا عليه مصاري استاذ معاذ. انا كشاب اردني واعي طموح مفعم بالحياه مليء بالافكار، لابس قميص كربوهيدرات، لابس بليزر تبع خطبتي ابن عمي استاذ معاذ. تشتري بليزر، هاي الخطه لكل الشباب الاردني انا بوجهها. تشتري بليزر واحد لون بني او لون كحلي بيمشي مع كل المناسبات، بيلبق على كل، على كل المناسبات. ما شاء الله عليك. انا ان شاء الله راح استاذ معاذ تشتري عطورات معي. لا. عطورات اصليه استاذ. لا يعطيك العافيه. شكرا. حلينا الموضوع. طب شو استاذ معاذ شم؟ ايش ايش شو اللي استاذ معاذ؟ انا انعجقت. السلام عليكم. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. شكرا شكرا لحلولك النيره. شكرا. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المحروقات لشهر كانون الأول. بعدين يا أستاذ يعني معاذ مع القصة، مشان الله بدناش نخلص من مشكلة التسعير. لا مو عشان هيك أنا عامل تقرير عن هاي المشكلة. شو عامل؟ يعني هذا أنت الإشي اللي عامله شو هو؟ تقرير يعني عن هذا التمرير اللي أنت عامله يعني خلص بقدر أعبي بنزين بالسيارة أنا؟ لا مش هيك القصد، يعني تقرير. ما هو مش هي مشكلة، عشان نحل أي مشكلة ضروري إنه نفهمها أول إشي يعني. بس تقرير شوف جد جنك. والله بحكي جد وعلا. حاسس انك استاذ معاذ يعني من الصبح وقتها قهوه 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 تا حتى استوعبها البشر واستوعب مين اني. كل بدي افهم مشكله يعني شو مشكله تسير يعني. ما هو يعني شو بدي افهم مشكله تسير يعني. ما هو هاي احنا عندنا الشعب الاردني وعي كافيين، يعني بصحى الصبح بشرب قهوه، اذا ما شرب قهوه بشرب شاي، وهذا بياثر على طريقه تفكيره. لو كلياتنا غيرنا مثلا على العصير الطبيعي وعينا راح يتغير، لانه العصير الطبيعي فيه فيتامين سي. فهمها يعني هسه انا طلعت من عندك من هون رحت على السياره وشربت عصير سيارتي ترجع تعبى بنزين اول جديد؟ مش عصير سيارتك. لا هي الفكره. طب شو رايك نروح نحضر التقرير احنا نشوف؟ خلينا روح روح سيارتك. شو رايك؟ اني يعني خالص بنزين والله. طيب خلص بتروح معي. خلينا نشوف التقرير. يلا روح. يلا شلون؟ يلا ما كان روح. يلا روح التقرير. يلا نهاية كل شهر في إشي ثاني بيستنوا الأردنيين ينزل غير الراتب، واللي هو أسعار المحروقات. وعشان نعرف ليش صار في عنا ترقب وتشويق كل شهر بشغلة زي هاي، خلينا نرجع بالزمن لورا تحديداً. هذا اليوم
الثلاثاء الموافق 13/11/2012. بهذا اليوم وهاي المقابلة تحديدا طلع دولة الدكتور عبدالله نصور وأعلن رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الأسعار بحجة أنه دعمها بخسر الخزينة 800 مليون دينار والوضع الاقتصادي مش متحمل وأنه هو الوحيد اللي بتحمل القرار وما بتحمله حدا غيره وبعمل اللي براسه ما دام هو ده إحساسه. أنا بتوجه للأردنيين الأذكياء الواعين، هم بيعرفوا أنه ما أحد طلب مني أن أعيد النظر في الأسعار. هذا عهد وهذا وعد وهذا التزام من الحكومة بالذي قلت. أيها الأغنياء اشتروا بسعر الكلفة، أيها الفقراء ومتوسطو الدخل رح نعطيكم دعم يزيد على تعويم السعر، أيها المغتربون والضيوف ادفعوا بسعر الكلفة. وأزيدكم من الشعر بيت مكرن مفرن مقبل لا لا لا. كمان حكى أنه القرار لن يمس 70% من المواطنين. من الواضح أن الحكومات موحدين الوعد والعهد كل ما بدهم يرفعوا الدعم عن أي سلعة، بس وين؟ المواطنين ما سكتوا ونزلوا على الشوارع بطريقة غير مسبوقة بالبلد والدنيا قامت وما قعدت، ومع هيك دولته ظل مصر وأكد أنه لا تراجع ولا استسلام عن هذا القرار. لن تتحمل الخزينة دينارا واحدا بعد اليوم دعما للمحروقات مهما كانت التغيرات. ورجعت الحكومة أكدت إنهم ما بيدوروا على التجارة وإنه كل همهم يطلعوا منها راس براس. إحنا التسعيرة أخي محمد بحسب متوسط سعر النفط العالمي الشهري، وبالتالي طلع قرش من طلعه قرش، بينزل قرش من نزله قرش. الدعم طار والقرش صار قروش، وفوق كل هذا صار في عنا ضريبة نسبية على المشتقات النفطية والحكومة بلشت تربح يا كبير. وصرت إذا تسأل المواطن الأردني عن حلمه رح يقول لك نفسي أعرف كيف تتسعر المحروقات. وأنا في سؤال أني مش فاهمه ومش قادر أفهمه صراحة، أنه هي تسعيرة. أنا إلي فترة بهذا القطاع والله ماني فاهم التسعيرة، وكثير زملاء إلي ما بفهموا طريقة التسعير. ومشيت سنين وبال2017 حكومة الملقي لقوا أنه في عندهم 450 مليون دينار عجز بالموازنة، وهذول المفروض يكونوا إيرادات للخزينة بحسب برنامج تصحيح اقتصادي موقع عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي ولازم يتدبروا بأي طريقة. فشو الحل يا حزركو؟ مبينة أكيد بضريبة جديدة على البنزين ومشتقاته، وبلش كنترول الحكومي يلم وقرش على قرشين على ثلاث قروش حدا نازل على الزاوية، والناس وصلوا لمرحلة لو تخبط الواحد فيهم ما برن، فاعترضوا وعملوا حملات مقاطعة كثيرة كان أهمها حملة صفها وطفيها اللي المواطنين اتفقوا فيها إنهم يصفوا سياراتهم وما يستخدموها اعتراضا على رفع الأسعار، لحد ما تم التراجع عن القرار ب 1/6/2018 وراحت حكومة الملقي وإجت حكومة الرزاز وأسعار النفط عالميا كانت قاعدة بتنخفض. وبما أنه الحكومة حاطة عليها ضريبة نسبية فالانخفاض كان مش من مصلحتها، فعشان هيك قررت التحول من الضريبة النسبية للضريبة الثابتة المقطوعة مسبقا. أخذنا القرار بعدم رفع الأسعار على أن نأخذ الإجراءات اللازمة للتحول من الضريبة النسبية للمقطوعة خلال الشهر القادم اللي هو شهر العشرة، ونرجع لنظام التسعير الشهري في شهر 11. ساعتها نظام التسعير الشهري بيكون فقط على السعر العالمي وما بتتغير الضريبة. هسا هذا النوع من الضرائب كان ممكن يريح المواطن شوي لأنها على الورق تعتبر حل وسط بين الطرفين، يعني الحكومة بتحافظ على استقرار عائداتها الضريبية وما بتتأثر لو انخفض سعر النفط، والمواطن ما بتضاعف عليه الضريبة لو ارتفع سعر النفط. وهذا الاشي كان ممكن يصير لما تكون الضريبة المقطوعة قليلة مش لما تكون أكثر من نص سعر اللتر والحكومة بتربح منها مليار دينار. في هذا العام للخزينة من ضريبة ورسوم وبدلات للمحروقات حوالي مليار دينار، بالسنة الماضية 800 مليون وبالسنة اللي قبلها حوالي 600 مليون. الحكومة يعني تستوفي 37 قرشاً على بنزين 90 وتستوفي 57.5 قرشاً على 95 وتستوفي 16 قرش ونص تقريباً على السولار والكاز، فهذه ضريبة مقطوعة وثابتة. يعني قبل 9 سنين الحكومة كانت بتخسر من دعم المحروقات 800 مليون دينار سنوياً، وبعدين قالت إنها بدها تبيعها بسعر التكلفة وتعطي دعم بقيمة 270 مليون دينار واللي تقلص لحد ما اختفى، واليوم الحكومة بتربح من المحروقات أكثر من مليار دينار سنويا. والمعروف إنه التجارة ربح وخسارة، مزبوط للحكومة الربح وعلينا الخسارة.
مالكم يا وزراء؟ وليش تكركبتوا؟ أنا بس نفسي أعرف إيش وشوشه. بس لو تحكوا لنا الاتفاق إله خاص بالموازنة؟ إعلان النوايا اللي حكينا عنه مرة أخرى هو إعلان نوايا بين ثلاثة أطراف دراسة لمدة 10 أشهر لدراسات الجدوى للمشروع. دراسة جدوى 10 أشهر؟ يا أخي خلص ما تغلبوا حالكم، ما بدنا إياها. من هسه اختصروا الوقت على حالكم يا حكومتنا، ما بدنا إياها. أصلا المشروع قائم على مشاريع متبادلة بين شركة إماراتية تزود بالطاقة النظيفة واستجرار مياه تحلية، مش مطروح هذا ضمن الموازنة العامة للدولة. لا علاقة له بالموازنة، ولا علاقة له بالموازنة. ورجعنا لنغمة الشركات وإحنا ما إلنا خاص. وطبعا بعد الإعلان عن اتفاق النوايا مع الكيان الصهيوني، نظم طلاب الجامعات عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الاتفاق، وصار في دعوات للتظاهر في عدة مناطق في المملكة. وعلى هذا الأساس اعتقلت الأجهزة الأمنية حوالي 30 شاب من اللي حاولوا التظاهر والانخراط في العمل السياسي. طبعا هذا التوقيف إجا بناء على قرار المحافظ، يعني مش بأمر من القضاء أو المدعي العام المختص. طب يا سيدي اعرضهم على المدعي العام، يعني هذا إذا كانوا غلطانين أصلا، وخليه يوجه لهم تهم وخلي القضاء يشوف شغله. بس بدكم الصراحة، أنا أول مرة بشوف محافظ بتدخل بهيك موضوع. لا، والمشكلة إنه شاب من إربد اتوقفوا بسجن الكرك أو بمعان، وتجيب معتقلين عمان على سجن باب الهوى في إربد. يعني عطوفتك مش حاس إنه هذا سوء إدارة ومصاريف زيادة، بنزين وسولر وطلع ونزل وحمل. يلا باب الهوى آخر متظاهر، آخر متظاهر على باب الهوى، في شاب طموح هناك. يا شاب طموح طالع تعال. أعطوك يا والله يجي الرجال والسجن للرجال وما في مشكلة، بالعكس هي بتزيدهم صلابة. وأنا بعتقد إنه هؤلاء الشباب هم خط الدفاع الأول عن هذا الوطن. صراحة قانون منع الجرائم يجب إعادة النظر فيه، لأنه في كثير ناس بتحكي إنه غير دستوري وتغول على سلطة القضاء. يعني واحد مخلص محكوميته كامل ترجع توقفه ليش؟ صارت 14 يوم زي السلام عليكم في الأردن. والله شو قصتك؟ والله أنا موقف إداري. معقول حدا يتعاقب على الجرم مرتين زي اللي صار مع الشباب؟ مش عارفين ليش توقفوا. بدكم الصراحة، أنا بفهمش كثير بالقانون، بس الشغلة يعني بدها شوية منطق وتفكير خارج الصندوق. مش معقول يظل نفس القانون يحكمنا من سنة 54، أي إحنا صرنا بال 2021. بعدين شو هي الرسالة اللي بتوجهها الحكومة للشباب؟ يعني قبل أسبوع كانت الحكومة ولجنة تحديث المنظومة السياسية بتحكي عن ضرورة انخراط الشباب في العمل السياسي والمشاركة الحزبية وخفض سن ترشح للانتخابات النيابية، وثاني يوم بتروح بتعتقل شباب كانوا بفكروا يعتصموا جنب دوار الداخلية ضد اتفاقية كل الشعب الأردني رافضها. ومعنا المسؤول الحكومي عشان يشرح لنا أكثر عن رأيه بالاعتقالات والمظاهرات وعلاقتها بالحريات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أول شكرا. أول إشي يا سيدي، أنت فاهم كل الموضوع غلط. أولاً إحنا مع الحريات، والحرية بالأردن سقفها وين؟ السماء. يا عيني عليك، هاي ما بدها نقاش. صح مخرجات اللجنة حكت عن الشباب وضرورة المشاركة الحزبية وإلخ إلخ 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 من هذا الكلام، بس لسه هاي المخرجات ما أقرت. يعني الشباب شو صار معهم؟ استعجلوا. تعرف؟ والله 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 لو أقرت هاي التعديلات ما حدا بيعتقل، بالعكس كان وزعنا عليهم مي وملبس وقمنا بواجبهم. بس احنا لسه على المخرجات القديم، ما عملناها يعني تحديث ما صار. هاي يعني كل القصة. يعني افهم من كلامك انه الشباب استعجلوا، هذا هو الموضوع. يعني لو التحديثات هاي اقرت كان خلص فيش اي اعتقال عادي، يعني ما كانش طبعا فيه. طبعا طبعا استعجلوا. والمثل شو بيقول لك؟ في العجلة شو؟ الندامة. يا عيني عليك. بعدين انت مش بدك ديمقراطية؟ يعني يا ريت ديمقراطية. بدك ديمقراطية، يعني الديمقراطية الأمريكية عجبتك؟ يعني أمريكا معروف بيحكوا عنها أم الديمقراطية. يعني يا زب طيب. طيب طيب، مو حتى بأمريكا بأخذوا إذن قبل ما يطلعوا مظاهرات؟ شو يعني فكرك العمدة تاع المدينة اللي بأمريكا شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ ما هو زي المحافظ عندنا، يعني هسا انت اختلاف مسميات. بس عفوا، بس أفهم منك، أنت بدك تقنعني إنه بس يطلعوا مظاهرات في أمريكا بأخذوا إذن؟ أنت زرت أمريكا؟ صراحة لا. طب انت ليش تتفلسف؟ لا انا بس يعني عليك، انت شو بعرفك بامريكا؟ انا رحت 3 مرات.
ثلاث مرات. مرتين رحت حضرت دورات ما شاء الله، انفيتيشن اجتني ما شاء الله، ومره رحنا مع المرة عشان تخلف هناك يعني، وبيني وبينك يعني الحمد لله انها خلفت هناك يعني. هسه الولد ماشي لي معامله لم شمل. لم شمل سنتين ثلاث باخذ الجنسيه. تعرف شو بصير مع الواحد يعني. الوضع مكركب هون. بس انا بدي اسالك، انا بدي اوصل للب الموضوع. متى رح يكون مسموح للشباب انهم يطلعوا ويعبروا وينخرطوا في الحياه السياسيه والحزبيه؟ انا بس هذا اللي بدي يعني افهمه يعني. هذا هو سؤالك المهم، لازم سالته اول شيء وخلص كنا خلصنا الموضوع وطلعنا. تعلمني كيف اسال. شوف سيدي تفضل. هسه بس نقر التحديثات والمخرجات والخ الخ 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 اللي مش غير الاولانيات، الخ الخ ثانيات. راح نحط بكل محافظه مساحه خاصه للتظاهر، مساحه تحتج فيها زي ما بدك، مسيجه مرتبه امنه ذكيه، وبتسهل على الاجهزه الامنيه يعني كيف يقبضوا على المتظاهرين يعني، بدل ما هيك ولا هم رايحين يمين شمال خلاص مسيجين يعني طريقة حضارية مرتبة يعني، رح تخلوهم يضاعوا يا عين عليك. معناها شو انت يعني قاعد تسألوا شو هالنشاط السياسي اللي فيش فيه سجن؟ شو اللي هاي كلها حبيب باكج وحدي يعني. اسقل مهارات شخصية للشباب وقوي شوكتهم. كيف بدك تقويها؟ كيف بدي اقويها؟ عبر وهذا ديمقراطي ماما بتخليه يحكي. اسجنه بعدين يعني. اسمع، عمل سياسي بدون سجن ضد عاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا وكل شيء. لا كل شيء ولا يكون ضد. لا يعني بصير يعني واصلين للتوليف يعني، خلاص هو حيصير بس في مساحه معينه حتبنوها مخصصه. كيف سقف الحريه عندك؟ انا ان شاء الله انه للسماء ان شاء الله. يلا يا سيدي، الله يوفقك ان شاء الله. الله يخليك، اهلا وسهلا. الله يفك اسرك ان شاء الله. شوفك أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام رئيس الاحتلال على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً للتطرف واستفزاز غير مبرر واستهتار بمشاعر المسلمين. هذول شو بدهم؟ لوين بدهم يوصلوا؟ لمتى بدهم؟ حبيبي هذول شو بدهم؟ قصدك عنا يعني؟ عنكم. فأنا راح أجاوبك بنفس السؤال. انتو شو بدكم؟ احنا شو بدنا؟ انتو شو بدكم؟ بدنا نخلص منكم، هاي الجواب جاهز موجود. بس كيف؟ بعرفش، بدنا نخلص. تعمل معنا اتفاقية نوايا، من بيعك مي ونعطيك مي، تعملنا غاز وآخر شيء بعدين شو تيجي تطلع تدينوا تستنكر؟ ندينوا تستنكر. ما بزبطش خبيبي، لأقولكم طريق واحد، لأنه هيك بصفي إنه أنتوا عندكم عدة وجوه. لا مش منيحة هاي مو حلوة لإلكم. لا أنا بقول لك إنه يوم تدينوا تستنكروا، ثاني يوم تعملوا اتفاقية، بعدين بتروح تدينوا تستنكروا، بعدين رح تعملوا اتفاق نوايا. لا، كنت لأقولكم طريق واحد خبيبي، اختار يا الطريق الطويل يا الطريق القصير، تفضل. الطريق اللي بخلصنا منك. هذا صعب خبيبي، هذا بده بنزين. وانتو بدو غاز، فإحنا رح نعطيكم البنزين والغاز. رجع أقول لي بنزين وغاز شلوط، ما تقوليش طريق وطريقين وما طريق وطريقين. خلق أنا بقول لك هذا كل اللي بتسووه غلط، خلق بيعرفوا إنه غلط، هذا خطأ وبدنا نخلص منكم. خلق أوكي، إحنا عارفين إنه غلط. المهم أنتوا تعرفوا إنكم غلط وما توقعوا معنا شغلات. ما ظلكم مش تحكوا خبيبي. هاي اتفاقية نوايا إن شاء الله إنها ما تصير. ومبروك للأردن أول ثلاث نقاط يا كبير. مالك مين قبالك مثلك بس شد حالك. حطك بالك مين قبالك مثلك بس شد حالك. لا تقول لي تكتيك وخبرة، خلي حب الوطن عبرة. لا تقول لي تكتيك وخبرة.